ఎక్కువ చేస్తున్నా ఎయిర్పోర్ట్ ఇది. కొత్తగా ఎయిర్పోర్ట్ అనేది السادة الركاب الكرام، لقد هبطنا للتو. من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين، الرجاء البقاء في مقاعدكم مع الإبقاء على أحزمة الأمان مربوطة حتى تقف الطائرة نهائيا وتطفي إشارة ربط الأحزمة. الرجاء أخذ أمتعتكم الشخصية الموجودة تحت المقاعد أو في أماكن التخزين العلوية مع الحذر أثناء فتحها تجنبا لسقوط أي أمتعة. نقدر التزامكم بالسماح للمسافرين على درجة الأعمال بالخروج أولا. نذكركم بأن التدخين ممنوع منها باتا في مبنى المطار باستثناء الأماكن المخصصة لذلك. مخالفة هذه القوانين يعرضكم للمساءلة القانونية. بالنيابة عن قائد الطائرة وأفراد الطاقم، نأمل بأن تكونوا قد قضيتم رحلة ممتعة على متن طيران الجزيرة. كما يسعدنا أن نرحب بكم معنا في رحلاتنا القادمة. إلى اللقاء. Ladies and gentlemen, we have just landed. For your safety and the safety of others, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Please collect your personal belongings from under the seats or from the